ما وصلنا الى الدعم لا حتى شي حاجه الله يرحم الكويتين، ماشي لا دابا العمل احنا ما عطاونا حتى شي وقت، وجينا من سيدي واحد على الجليه حتى لهنا دروك كي كتشوف، ودار تريبات عليا دابا ودازت على اللجنه جوج مرات، كنمشي عندهم تيقولوا لي ودي تستافد بتستافد ما كاين حتى شي حاجه، ومن دخلوا دخلوا 10 الناس دابا دروك عند السيد العامل هو اللي دخلوا، العامل هو احنا كاع ما شفناه هو ما هضر معانا ما حتى شي حاجه، هادشي هو اللي كاين. حنا ما قال لنا حتى شي حاجه، دابا حنا بغينا الولايه حنا غاديين برجلينا حنا دابا مع الناس، دابا حنا تقريبا غادي نقول لك شي 11 تقريبا خرجنا من تالوجند، دابا راه كاين الناس كاع اللي مساكنين كاع ما قدروا كاع يتمشوا، راه كاين فيه الناس شارفين كاع الناس كبار الناس فهمتيني في السن، وحنا دابا غاديين حنا مع الطريق دابا حنا حتى نتوما باغي تخرجنا المسائل ان شاء الله، حنا هذاك الشيء هو اللي كاين اودي الاستاذ، حنا راه ما مستافدين مع حتى شي حاجه، حنا راه مشتين حنا لا اله الا الله وصافي. هادشي راه الى امور ديال الله احنا اتقنا به، الى امور ديال بنادم راه حنا دعيناهم الله سبحانه وتعالى، والله انسى سيدنا الله يعاون الله هادشي ما غنقول لك الله يرحم الكويتين. اليوم مع الصباح درنا واحد الوقفه احتجاجيه قدام امام مقر عمليه تالودانت باش نوصلوا الصوت ديالنا والصوت ديال الناس الساكنه المتضررين من الزلزال، الناس اللي عانوا كثير وعانوا بزاف وما توصلوش بالمساعدات استعجاليه اللي المبادره ديال اللي تلقى صاحب الجلاله نصره الله، كنشكروه من هذا المنبر هذا. الناس هادو اغلبيه ما مستافدينش، يعني الا جينا نعملوا واحد الاحصاء غنلقاو يا الله 40% والله ما واصلينهاش اللي مستافدين، والما باقي ما مستافدش، وجينا باش نعرفوا فين كاين المشكلة، يعني لمدة 4 أشهر وما فوق، وباقي الناس ما توصلوش بالمساعدات، سواء بالدعم الشهري اللي هو 2500 درهم، والدعم اللي هو اللي تخدم بالنسبة لإعادة الإعمار وبناء المنازل المعدمة كليا وجزئيا. وحنا باغي المسؤولين، راه جلسنا اليوم مع واحد 15 شخص، حددوا لينا قالوا لينا 15 شخص هو اللي غيدخلوا عند السيد العامل، جلسنا مع السيد العامل واعتنا وعود باللي راه الناس باقي غيستافدوا، راه مازال غاديه المسيره ديال مازال الناس تيتسجلوا مازال الناس غيستافدوا، ولكن الناس ما بقاوش، حيت اللي دويتي معاه تيقول لك راه وعود ولكن ما شفناش حاجه على ارض الواقع. اليوم ان شاء الله احنا اليوم حنا الناس اللي متضررين من الزلزال ديال الحوز، وحنا من الناس اللي ما استفدوش، 5 شهور دابا داز ديما كيقول لنا استفدوا دفعوا الشيكات دفعنا الشيكات درنا جميع الاجراءات اللي قالوا لنا ما كاين والو، جينا دابا لهنا العماله درنا الوقفه تما ما كاين اللي هضر معنا، ما كاين اللي قال لنا العماله ديال تارودانت ما كان اللي قال لنا والو، اليوم ان شاء الله توجهنا للولايه في اكادير ان شاء الله شوفوا واش غيديروا معنا شي حل. حنا دابا جينا على رجلينا من تارودانت، جينا على رجلينا وغادي ان شاء الله على اكادير متى نوصلوا الله اعلم، وكنتمناو المسؤولين يشوفوا فينا ويشوفوا، راه حنا دابا مخلين وليداتنا في القياد وما خدامين وجالسين وخاصين الديور وشحال من حاجه، والله ينصر جلالة الملك. كاينين بعض الدواوير اللي استفدوا فيهم شي حاجه قليله، واكثر طاحت ليه الدار، ما كاين لا دعم ما كاين والو، ما قال لهم الناس والو. المهم هذا الشيء اللي كان، حنا دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين وكنطلبوا من جلاله الملك الله ينصرو يشوف فينا ويشوف من حالنا. الله يجازيك بخير.